الفرحه الكبيره بعد الفوز بالميداليه البرونزيه والفوز المستحق برباعيه نظيفه على الهلال السعودي. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بالنادي الاهلي، يا كابتن سيد، انجاز جديد بيضاف للقلعه الحمراء في ظروف صعبه ومجهود كبير جدا من الجهاز الفني والاداري. الحمد لله. طبعا يمكن ظروف مرينا ظروف استثنائيه قبل اللقاء او قبل البطوله بشكل عام، حاله تجمع مش موجوده، حاله استقرار مش موجوده بعدم انضمام اللعيبه الدوليه، مش اللعيبه الدوليه بس، حتى اللعيبه اللي في منتخبات اخرى، اصابات متلاحقه قبل اللقاء او قبل البطوله بشكل سريع. واحنا بنعمل القائمه، كنت انت موجود معانا ومعاشرنا، يعني لحد الساعه 12 يوم 3 للمباراه يوم 5 انت مش عارف الاجواء عامله ازاي، اتصالات بالمنتخب على طول، كان عمرو سوليه طلع بمباراه الكاميرون لو تتذكر بين الشوطين، فمهم جدا ان احنا نتواصل مع عمرو، يعني الحمد لله على كل شيء. لكن كل ده يعني بيأكد الشخصية اللي الواحد بيتكلم عليها على طول، يعني مباراة مونتيري غيابات 14 لعيب ومع ذلك جمهور بشكل ده والإحساس ده والمسؤولية دي اللي جاي وعارف كويس قوي قوي انه غايب منه 14 لعيب، لكن جاي بيشجع فرقة، بيشجع نادي، بيشجع فانيلا، مش بيشجع مين اللي موجود في الملعب. فدي كانت نقطة الانطلاق ونقطة الفوز واللي ادت للعيبة ثقة شديدة جدا رغم الغيابات ان احنا كلنا هنوصل الحمد لله. النهارده بتلعب، قبل من النهارده كنا عندنا طموح ان احنا نوصل لنقطه ابعد، كنا عندنا طموح ان احنا نحقق مركز اعلى، لكن برضو النهارده مباراه للتاريخ الصراحه، بنقابل الهلال السعودي بقيمته ومكانته، زعيم الكره السعوديه، زعيم الكره الاسيويه، فرقه كبيره طبعا، عارفين احنا جايين نلعب مين، عارفين كمان الحاجات دي بتبقى ليها حاجات تاريخيه يعني ما بتتكررش كتير. الحمد لله من اول ثانيه قلنا ان احنا عايزين نركب اللقاء من اوله بلغه الكوره، من الثانيه الاولى من اول السنطره احنا دخلنا اللقاء قبل اللقاء ما يبدا، يعني حاله التركيز تحس انها كانت موجوده قبل اللقاء ما يبدا، ما كانش في حته جس النبض ومين يرجع، لا انت فرضت كلمتك، فرضت اسلوبك، وده اللي ادانا الافضليه الحمد لله. كابتن سيد، دايما انت بتتكلم على شخصيه الاهلي، وانا هديك مثل، السنه اللي فاتت لما خسرنا من البايرن رجعنا وكسبنا بالميراس خدنا البرونزيه، السنه دي مثلا الهلال خسر من تشيلسي نازل المباراه، طبعا عايز يكسب البطوله او يكسب الميداليه البرونزيه، لكن شخصيه الاهلي فرضت نفسها في الملعب عشان في هدف معين بدوافع معينه وتهيئه مناسبه للفوز بال الحمد لله. يعني لما ما تكسبش اللي انت عايزه ما تخسرش كل حاجه، دي حاجات ممكن تبقى مهمه ان انت توصلها. يعني احنا جايين كان نهمنا ان احنا نروح لحاجه ابعد مع كل، انا بحكي لك على حاجه وبقول لك على حاجه، مع كل الصعوبات والازمات اللي احنا مرينا بيها، بس برضو طموحك وسقفك ما بيقفش. لما وصلنا للنقطه ديت اللي هي قبل الاخيره في البطوله اللي هي الثالث والرابع، يعني مع لقاء ديربي عربي تمام، يعني صعب مش سهل، بقوه جماهيرك واستعدادهم وتركيزهم وحاله استعداد ان هي كمان عايزه تكسب، يعني فبيدي للمباراه دوافع كويسه الحمد لله على كل شيء. خلينا نقف عند النقطه ديت، عندنا لقاء بعد 5 ايام مع الهلال السوداني، اتفرجنا امبارح على مباراه الهلال السوداني وسان داونز، الهلال السوداني اختلف خالص خالص، يعني واضح ان معاهم مدرب كويس برضو بيحفظهم بشكل كويس، بينقلوا الكوره بشكل كويس، عاملين نسبه استحواذ كويسه جدا في مباراه سان داونز امبارح، جابوا جون في الدقيقه ممكن يمشي كده وكده يعني، لكن بوندو كان حكم اللقاء، حكم البتسواني ما حسبش هدف، يعني ممكن كانت تبقى 1-1 النتيجه. فاحنا رايحين نلعب مباراة كبيرة جدا مع فرقة الهلال السوداني، نبدأ إن شاء الرحمن البطولة والمجموعات بشكل كويس إن شاء الله. شكرا حبيبي. طبعا يعني كلام مهم جدا من كابتن سيد عبد الحفيظ، هو ده النادي الأهلي خلاص، يعني في أفراح النهارده هتبقى مستمرة طبعا بالبرونزية، لكن من بكرة هيتم التركيز في مباراة الهلال السوداني في كأس الأمم الأفريقية أو بالتحديد في دوري أبطال أفريقيا، عشان هي دي البطولة بتوصلنا للمرحلة دي إن شاء الله.